مباراة أرادها الألمان أن تكون عنواناً لفك عقدة الطليان والثأر من آخر خسارة في نصف نهائي مونديال 2006. جماهير ألمانية غفيرة ملأت مدرجات ملعب مدينة دورتموند وكانت تمني النفس بفوز على سكوادرا أتزورا صاحب التفوق التاريخي، لكن ذلك لم يتحقق. عودة العملاق بوفون إلى حراسة المرمى الإيطالي بعد غياب طويل أعادت الأمان إلى جماهير المنتخب الأزرق الذي بدأ المباراة مهاجما معتمدا على أنطونيو كاسانو ودانييلي دي روسي، لكن التهديد لا يعطي الأفضلية بل الأهداف، وهذا ما فعله لاعبو المدرب واكيم لوف في الدقيقة 16 بعد تمريرات متقنة وقصيرة بين مسعود أوزيل ومولر أنهاها المخضرم ميروسلاف كلوزي في مرمى بوفون. محاولات لاعبي تشيزاري برانديلي لم تتوقف لتعديل النتيجة، لكن الحارس نوير وقف حائلا بين كرة دي روسي والمرمى. لينتهي الشوط الأول على وقع مطالبة كاسانو بركلة جزاء لم يرها الحكم الهولندي إريك برامر. تغييرات برانديلي بعد الاستراحة كان لها تأثيرها الإيجابي، وكاد البديل بوريلو أن يعدل النتيجة في الدقيقة 66، لكن نوير رفض ذلك، إلا أن البديل الثاني جوسيبي روسي كان له رأي آخر وحرم الألمان من فك العقدة وهز الشباك في الدقيقة 81، ليقف بعد ذلك المخضرم بوفون في وجه تسديدة سامي خضيرة لتنتهي بعد ذلك أحلام الألمان بتحقيق الانتصار.